دجاجه تزوجت ارنب ايش راح يخلفون؟ دجوج. تمام. شلون تقدر تميز الشخص الياباني من الصيني؟ حطه بالكهرباء. يا اللي عطل قبل. زين، شنو وجه التشابه بين الكيه والفلوس؟ اثنينهم موجعات. مثل لي صوت الفسيفس. هذا ام الزوجة. هذا مناسبة ترى. اي ام الزوجة هذا الفسيفس. مثل صوت الباب. ما مدهن هذا. جديد لو قديم. مزنجر. مزنجري. زين اذا الباب جديد. تجاري. لان ادفره دفر هيش ماما. الفاصولية بالصيني شنو هي؟ فاصولية شان يعني تنفخ.